قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي فكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، قد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح ظاهر خفيه. ومن يتأمل قول علي رضي الله عنه قد يتوهم أن هناك مخالفة بين العقل وبين السمع، وهذا الوهم غير معتبر ومعتد به في الشرع، ذلك لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح. ولذا قال عز وجل عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: دل على أن العقل موافق للسمع إذا كان هذا العقل سليما صحيحا، أما إذا كان فاسدا فإن السمع لا يعتد بالفاسد. ولذا لما فسدت عقول أهل الكلام طرحوا النصوص السمعية ونصبوا عقولهم حكاما على المعتقد، فولجوا بعقولهم في أسماء الله عز وجل وفي صفاته زاعمين بأن العقل لا يدل عليها. ولذا إذا استدلوا بنص سمعي يستدلون به على استحياء، فيكون عندهم تابعا لا متبوعا، وذلك إذا وافق هذا النص عقولهم فيما رأوه. ولكن هذا القول من علي رضي الله عنه قد ينقدح بسببه في الذهن أن هناك معارضة بين السمع والعقل، وليس ثمة معارضة، ذلك بأن قول علي رضي الله عنه لا يقصد منه التعمق في العقل، وإنما أراد منه رضي الله عنه التفكير المبدئي في العقل، فيكون معنى كلامه رضي الله عنه من يرى بعقله نظرا سريعا يظن أن مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وذلك لأن أسفل الخف تعلق به الأوساخ، ولو نظر نظرا غير مجرد وإنما نظر نظرة تعمق لوجد أن المسح على الأعلى هو الأولى كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه بالتعمق والنظر يرى أنه لو مسح أسفل الخف لزاده تلوثا لأنه ليس بغسل، فيكون المقصود من المسح ليس هو التنظيف وإنما هو التعبد. ولذا اقتصر عليه الصلاة والسلام على مسح ظاهر خفيه. والتفكر السريع ذكره القرآن عن قوم نوح، وقال عز وجل عن هؤلاء: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني اتبعك هؤلاء دون فرو ودون تفكر بليغ في الأمر، وإنما من حين ما دعوتهم اتبعوك دون نظر عميق. فيكون هذا القول من علي رضي الله عنه ليس حجة للعقلانيين فيما ادعوه من أن العقل هو المنصب والحاكم، بل يجب أن يكون العقل تابعا للنص كما أن العامي تابع للعالم. ولذا لما حكموا العقول تفاوتت أحكامهم وآراؤهم، فوقعوا في التناقض فيما بينهم وفي التناقض في عقولهم. الله المستعان.